اليأس من ظهور الإمام. وعد الله بإظهار الإمام المهدي المنتظر وتمكينه في الأرض، ولن يمنعه من تنفيذ وعده مانع في الأرض ولا في السماء. وقد قرر منذ الأزل توقيت غيابه وظهوره وفق حكمته البالغة، ورتب لغيابه ولظهوره وتمكينه أسبابا كافية، كما قرر حركة النجوم وتوقيت غيابها وظهورها بالنسبة إلى إنسان الإنسان، ورتب لتفاعلاتها أسبابا كافية. أما كون توقعاتنا تستعجل ظهوره، وكون تصوراتنا تستبطئ فترة غيابه عليه السلام، فهذه أمور ناتجة من الجهل بالحكمة العليا، ولا تأثير لها على حركته مطلقا. كما أن توقعاتنا وتصوراتنا مهما كانت لا تؤثر على حركة النجوم أبدا. وإذا كانت توقعاتك وتصوراتك لا تغير حركة قلبك ومعدتك، ولا تقدم ولا تؤخر ميلاد ابنك ووفاة زوجتك، فهل تريد لهذه التوقعات والتصورات أن تستطيل حتى تغير إرادة الله في إدارة كونه، وتبدل حكمة الله في نشاط أوليائه؟ إن علينا في مثل هذه الأمور أن نعلم أن الله إذا وعد شيئا نفذه في الوقت الذي يشاء وبالأسلوب الذي يشاء، ولا تعاكسه الظروف والأحوال، لأنه هو الذي يخلق الظروف والأحوال ويصرفها كما يشاء. وإذا علمنا ذلك لا يمتلكنا اليأس من ظهور الإمام المهدي المنتظر، ولا نرى أنه تأخر أكثر مما ينبغي، بل نعرف أنه سيظهر في الوقت المحدد لظهوره، ونتوقع أن يصادف ظهوره أي يوم من أيامنا وأي ساعة من ساعاتنا. في ظهور الرجاء والشفاء والقضاء للشجون، إنني راحة المتعب، قرة للعيون.